في يوم من الأيام كانت معلمة دائما تقول لطالب عندها: يا غبي. فذهب الطالب واشتكى لوالده. في اليوم التالي جاء الأب إلى المعلمة وقال لها: لماذا دائما تنعتين ابني بالغبي؟ هذا لا يصح يا أم مسن. فردت المعلمة وقالت: شاهد بعينيك واحكم بنفسك. نادت المعلمة الطالب وقالت له: اذهب يا بني وتحقق إن كنت موجودة عند المدير أم لا. ذهب الولد وعاد قائلا: يا مس، ذهبت إلى المدير ولم أجدك هناك. فقالت له المعلمة: حسنا، اذهب وتحقق إن كنت موجودة في غرفة المعلمين. ذهب الولد مرة أخرى وعاد قائلا: يا مس، ذهبت إلى غرفة المعلمين ولم أجدك أيضا. عندها قالت المعلمة للأبي: أرأيت بعينيك؟ إن ابنك غبي. فرد الأب قائلا: اصبري عليه يا مس، ربما أنت لم تأتي اليوم. حينها أصيبت المعلمة بجلطة وهي حتى الآن في المستشفى، وكلما تستيقظ من نومها تزبرد ثم تعود للنوم مجدداً.